احنا خلصنا منهم. وده يصح يما تحط عمي في الحاصل؟ مالكش دعوه انت، خد روح شوف شغلك. حاضر. يلا مع السلامه. مش قلت لك ما فيش غير اخوك اللي هيقعدنا عنده؟ وهيقعدنا فين المغفل؟ في حاصل حضار؟ ما هو كله من مراته اللئيمه الغياره. وهتفرش لنا ننام فين بس؟ بس وحياتك وديته في الحاصل. عملتي طيب يا اختي؟ ستوته اهدى يا اختي، تعالي شوفوا اللي جرى. جرى ايه؟ انتوا رجحتوا قوامك ده ليه؟ شوفوا الحكايه العجيبه. عجيبه ايه؟ لكن اخويا ومراته فين امال؟ في الحاصل بتاع الحمار. حاصل بتاع الحمار؟ اه ومان، هكنسوا ونضفوا وافرش لهم مرتبه فيه. طيب. وانت الحمار يا هاد يا بلوط يبقى نايمه بره. لا الحمار ما راح خلاص. راح؟ ايوه خلص الثلاث سنين اللي كان عليه. وبيقول ان ربنا عفى عنه وبقى بني ادم. انت سكران يا راجل ولا جرالك ايه؟ لا ما انتش فاهم. بقى الحمار ده كان اصله بني ادم وشتم امه، وبعدين امه دعت عليه ربنا سخطه حمار ثلاث سنين. يا ندمتي؟ وبعدين؟ بس يا ستي النهارده بنقول له بنقول له حاه، قال لي انا تعبت. بصيت لقيته راجل بيقول لي انا الحمار بتاعك. اديني عقلك بقى، اقول له ايه؟ قلت له روح لحالك. روح لحالك؟ مره نعمل به ايه؟ انت راجل طويل زي الحيطه. يا اخي عملك اسود وطيب، حد في الدنيا يعمل كده؟ انت اتهبلت ولا جرى لعقلك ايه؟ الحقونا يا ناس يا جيران. ناوليه ناوليه وش الفضايح؟ واسكت يا اختي، طولي بالك. اطول بالي ايه بس؟ طب اما اشوف هيجيب حمار تاني منين؟ وده راح فين؟ مش تعرف تعمل حمار يا ولد؟ لا معرفش. ما تعرفش؟ يبقى ضروري نشتري حمار تاني. طيب شوف بقى هتشتري حمار تاني منين؟ بركة فيك برضه يا مراتي. لا وحياتك على الحديدة يا حظ. برضه تدور كده في قعر القدرة. وحياتك ما فيها حاجة. جيب السبع ما يخلاش. بقول ايه وهتهزر ولا ايه؟ تعرف يا ولد ان انا خوفي لا نقف في حمار تاني يكون اصله بني ادم وامه دعت عليه. طب اساله قبل ما تشتري. ايوه نسال مين بقى؟ الحمار ده على كيفك. ايوه ممكن بذمتك انت حمار ولا اصلك بني ادم؟ انت بتعمل ايه يا راجل؟ خد الحمار. لا انا بس بنقول له كلمه سر. طب ابعد عنه يرفض. هو بيرفض حمار. يا خسارة يا خسرتك في الرفصان. ابعد يا سيدي من فضلك لا يرفصك. حمار طيب. اخر كلام، بكام الحمار ده؟ ب 12 دينار. ب 10 بس. يفتح الله. بلاش. عمي يا ولد حمارك اهو. حمارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هو يا ولد. ايه انت رجعت ضربت امك تاني؟ اه يا مسكين. انت يا اما بتاع الحمار. تعال تبيع الحمار ده بكام؟ ب15 دينار. 15 دينار؟ اه 15. اه الله ده حمار متعلم ونبيه وشاطر. إيه انت لا تقول لي دي عشره طويله ولا؟ ها هات 15 دينار.